اصبح تكتل بريكس احد اهم التكتلات الاقتصاديه في العالم على الرغم من حداثه عهده وصغر عدد اعضائه مقارنه بنظرائه من التكتلات الاقتصاديه كالاتحاد الاوروبي والاسيان يتميز بريكس عن غيره من التكتلات العالميه بانه غير تقليدي فالدول المشاركه فيه لا تشترك في النطاق الجغرافي بل تنتشر في اربع قارات اسيا افريقيا امريكا الجنوبيه واوروبا سنوات او ربما عقود تلك التي يحتاجها عالمنا للوصول به الى عالم متوازن في علاقاته الاقتصاديه من هنا جاءت اهميه انضمام مصر الى مجموعه البريكس كقوه اقتصاديه وسياسيه وبرغم حداثه عهد تكتل بريكس وقله عدد اعضائه مقارنه بنظرائه من التكتلات الاقتصاديه كالاتحاد الاوروبي والاسيان فان بريكس اصبح اليوم احد اهم التكتلات الاقتصاديه في العالم نظرا للثقل الاقتصادي لدوله في ظل ما تتمتع به من امكانات بشريه وصناعيه وزراعيه مما جعل قراراته محط اهتمام وتاثير عالميين يميز هذا التكتل عن غيره من باقي التكتلات العالميه انه غير تقليدي فدوله لا تشترك في النطاق الجغرافي بل تنتشر في اربع قارات هي اسيا وافريقيا وامريكا الجنوبيه واوروبا وبالتالي لا تشترك في التراث الثقافي والتاريخي ولا الهيكل الانتاجي انما تشترك في كونها دولا ناميه وناشئه تسعى لتحسين الوضع والثقه العالمي للدول الناميه وهو الهدف الرئيسي الذي دفعها لتاسيس هذا التكتل خاصه وان الوزن النسبي للصين وروسيا اضافه الى بعض دول الخليج كالسعوديه والامارات ودول امريكا اللاتينيه مثل البرازيل تؤكد قوه التكتل تتوقف قدرة التكتل على تنفيذ أهدافه على اتخاذ قرارات من شأنها تغيير بعض المفاهيم والمعادلات والعلاقات في الاقتصاد الدولي. من أهم تلك القرارات اتخاذ اتجاه مرتبط بتقليل الاعتماد على الدولار ليصبح الاعتماد على العملات المحلية، والاتجاه إلى أن تصبح هناك عملة خاصة بدول البريكس. كذلك ضروره عدم الاعتماد على صندوق النقد والبنك الدوليين من خلال تفعيل وتقويه مؤسسات اخرى بديله وفي ظل السياسات الاقتصاديه الحكيمه التي تتخذها وتنفذها القياده المصريه الرشيده ياتي انضمام مصر الى تكتل البريكس ليضيف ابعادا هامه تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري كجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه وتوفير التمويل الميسر من خلال بنك التنميه التابع لتكتل البريكس وتطوير قطاع الصناعه وزياده التبادل التجاري وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد أعلن عددا من المكاسب الاقتصادية المتوقعة لانضمام مصر لدول البريكس، على رأسها زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر من دول المجموعة إلى نحو 17.4 مليار دولار حتى سبتمبر 2023.